بسم الله الرحمن الرحيم، شلونكم اخواني؟ اليوم جايب لكم فيديو في كيفية فتح قلادة جيرسي مونكي، واللي تتطلب بكل سيارة تقتل 5 اشخاص فيها. وطبعا الـ5 اشخاص اللي هي البي كيسي الفان، اول سيارة هنا الرينو تقتل 5 اشخاص بيها بالفان. طبعا مو صعبة، هي سيارة تمشي بيها او بيها بكيسي تلقائيا، تتحكم بيها كلك. وسيارة الفونكس تقتل بيها الهامفين والبونديكا القاذف والبكيسي، تقتل بيها على كل نوع 5 اشخاص وتفتح معك القلادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.